بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من حلقات دورة CISSP Exam Preparation. إن شاء الله أكون معاكم في الحلقة ديت والحلقات القادمة من أجل شرح CISSP بشكل سهل، شكل قادر أن أنت تجتاز الامتحان بسببه إن شاء الله. الحقيقة أن شهادة CISSP من الشهادات ذات الفاليو الكبيرة جدا أو القيمة العالية جدا، وبتفتح لصاحبها بعد توفيق ربنا كتير من الفرص الوظيفية وبتحسن من مساره الوظيفي، ولكن ده بيعتمد عليك أنت شخصيا. أنا ممكن أكون هقدم لك شرح سهل ممكن في أماكن كتير بيبقى قيمته أعلى بكتير ماليا، ولكن حتى لو أنت عندك الشرح دوت ولم تعتمد على نفسك في فكرة أن أنت تكون عندك ديديكيشن او ان انت تكون موفر وقت معين للمذاكره من داي 1، وان انت عندك تارجت ان انت ان شاء الله باذن الله تباس الاكزام دوت، للاسف هيبقى شيء لا قيمه له. اذا فالاعتماد على الله ده اولا، ثم عليك. الشرح ده عامل مساعد ولكن ليس هو الاساس، الاساس هو حضرتك. نرجع تاني ونقول ان حاملي الـ CISSP بيبقى عنده فرص وظيفية كبيرة جدا. ان شاء الله المحاضرات دي تكون عامل مساعد لاجتياز الاختبار، وايضا تكون سبب في تبسيط المنهج مما يساعد ان انت تكون qualified، وهو ده الاهم وده الاساس، وفي نفس الوقت تكون certified عن طريق ان انت تجتاز الاختبار. قبل اي حاجه ان شاء الله احب اعرفكم بنفسي. انا احمد عبد الحميد، انا شغال في مجال السايبر سيكيورتي والانفورميشن تكنولوجي من حوالي 18 سنه. حاليا بعمل في شركه من احدى الشركات العالميه في مجال السايبر سيكيورتي برودكتس اند سولوشنز، اللي هي شركه لوجاريثم. الحقيقه في خلال مساري حصلت على كتير من الشهادات الاكاديميه زي ماستر اوف بزنس ادمنستريشن وبكالوريوس علوم كمبيوتر، وكتير من الشهادات الاحترافيه او المهنيه زي CISSP اللي هو ان شاء الله بصدده في خلال الحلقات بتاعتنا، ولوجاريثم ديبلويمنت انجينير، ولوجاريثم سبورت انجينير، ولوجاريثم بلاتفورم ادمنستريتور. ده بالنسبه للوجاريثم برودكتس. ايضا انا حاصل على مجموعه من شهادات اساكا اللي هي سيزا، سيزم، سي دي بي سي اي، وسي ريسك، بالاضافه الى الأوفنسيف سيكيورتي عن طريق شركة E-Learn Security. أنا حاصل على شهادات CBBT Professional Penetration Tester و Junior Penetration Tester. بالنسبة للفريموركس والستاندر، أنا حاصل على ISO 27001 وأيضا حاصل على CH و CHFI و ACIH و Certified as a EC Consultant Instructor. بالنسبة لفورتنت، أنا وصلت Network Security Expert Number 4 بعد 1 و 2 و 3. كل الشهادات دي مهمة جدا طبعا، ساعدتني على التعامل مع السايبر سيكيورتي والتميز في المجال، ولكن ليست هي العامل الأساسي. في النهاية انت لازم تكون qualified plus certified، يعني بدون الكواليفيكيشن من انت تقدر تعمل كل الأعمال المطلوبة أو المسندة ليك عن طريق الخبرة العملية وعن طريق الكونسبت أو المايندسيت السليم اللي انت اوريدي بتاخده من الدورات ديت. بدون تلك الخبرة هيبقى صعب جدا ان انت تكون شخص متميز في مجال السايبر سيكيورتي. انا بنصحكم ما تفكرش قوي في الشهادة على قدر ما تفكر في ان انت تبقى كواليفايد الاول، بس ما تنكرش دور الشهادات في ان هي بتساعدك بشكل كبير ان انت تقدر تخش شركات كبيرة واماكن كبيرة عن طريق ان انت السي في بتاعك بيحمل تلك الشهادات. ولكن زي ما اتفقنا، بعد ما توصل للشركة ديت لو في الانترفيو انت سألت على حاجة عملية وانت عندك اكبر الشهادات في العالم، فاذا انت مش هتقدر ترد على الاسئلة الخاصة بالانترفيوز، ولو ربنا قدر وان شاء الله نجحت في الانترفيو ممكن ما تقدرش تأدي العمل بشكل كامل. اذا احنا لازم نكون عارفين ان الكواليفيكيشن مهمة جدا زائد السيرتيفيكيشن، ما ينفعش المعادلة تكون ناقصة حاجة من الاثنين. ده اللينكد ان بروفايل بتاعي بالمناسبه، لو حبيتوا تتواصلوا معايا في اي وقت انا تحت امركم، مفيش اي مشكله خالص، ابعتوا لي اسئلتكم وانا منتظرها في اي وقت ان شاء الله. في البدايه نتكلم على الكورس بتاعنا. خلاص احنا كده عملنا
التعريف الخاص بالمحاضر، تعالوا نتكلم على الكورس الخاص بينا اللي هو كورس CISSP Exam Preparation. في البداية هنتكلم على الإجزام itself. الإجزام الخاص بالCISSP اتطور بشكل كبير جدا، بداية من أنه بدأ أنه هو امتحان ورقي، بتبدأ تخش وتاخد ورقة امتحان وتبدأ أن أنت تجاوب عن طريق الإجابة بإيديك ورقيا، إلى أنه هو بقى Computer Based Testing، وكان 250 سؤال، وأن أنت بتقعد 6 ساعات موجود في الامتحان بتحاول تجاوب عن 250 سؤال دول، إلى أنه وصل أنه دلوقتي حاليا 150 سؤال. هنتكلم بشكل كامل إزاي تفهم أن أنت تخش الامتحان دوت، وإزاي تتعامل مع الأسئلة بتاعته، وهل الأسئلة دي أسئلة Memorization أو حفظ، أم أن أنت تكون عندك المايند سيت الخاصة بالسكيورتي في خلال الامتحان عشان تقدر تجاوب الإجابة. تاني حاجة هنبدأ نتكلم فيها على الدومينز الخاصة بالCISSP نفسها، وهنتكلم على أول دومين وهو Security and Risk Management، ومن الدومينز اللذيذة جدا واللي أنا بحبها شخصيا على المستوى الشخصي، بحبها جدا لأن هي بتتكلم في إزاي تدير المخاطر داخل المؤسسة بتاعتك، وإيه علاقة إدارة المخاطر بالسكيورتي او الانفورميشن سكيورتي او السايبر سكيورتي، وازاي تقدر تدير المخاطر دي بشكل تقدر المؤسسه اجتياز اي مخاطر في حاله حدوثها. في البدايه جولدن رولز هنبدا نتكلم عليها واحنا ماشيين. اول جولدن رول، اول لما نشوف كلمه ريسك مانجمنت، يو كان نوت اليمينيت ذا ريسك، انت ما تقدرش تحد من الريسك. اي مؤسسه عندها نسبه من المخاطر، فلابد تبقى عارف ان انت وظيفتك ك سيكيورتي انجينير او سايبر سيكيورتي انجينير انت تقلل المخاطر وليس الحد منها. محدش يقدر يحد من المخاطر، وكل يوم في اداره لتلك المخاطر. بعد كده هنتكلم عن حاجه من اهم الحاجات اللي موجوده في المؤسسه بتاعتنا، وهي الاصول او الاسيتس. الاسيتس ديت ممكن تكون فيزيكال اسيتس او ممكن تكون لوجيكال اسيتس، ممكن تبقى سيرفرز، داتا سنتر، مجموعه من الهاردويرز، كل الحاجات دي كلها عباره عن اسيتس فيزيكال. وايضا عندنا اهم اسيت او الماست فاليبل اسيتس، وهي الداتا. تخيل مؤسسه بتضيع كل الداتا اللي عندها. ده دورنا في الدومين رقم 2 في ان احنا نشرح يعني ايه اسيتس سكيورتي. الدومين رقم 3 وهو مهم جدا للناس اللي بتشتغل في مجال الاركتكت او الاركتكتشر، ودوت هيبدا ان احنا نتكلم فيه عن السكيورتي اركتكتشر، وازاي ان انت كراجل سكيورتي انجينير او سكيورتي اركتكت ازاي تعمل سكيور اركتكتشر. هنتكلم سكيورتي انجينيرنج عن طريق ان احنا نتكلم على الكريبتوغرافي، هنتكلم على الفيزيكال سكيورتي، هنتكلم على حاجات كتير جدا مهمه جدا في الدومين رقم 3، ومن الحاجات والدومينز الفاليبل جدا في CISSP. بعد كده هنتكلم على دومين يمكن كلنا هتلاقينا متفوقين فيه جدا، اللي هو دومين رقم 4 اللي هو الكوميونيكيشن اند نتورك سكيورتي. هنتكلم على اللايرز الخاصه بالنتورك، هنتكلم على ايه الشكل الداتا او شكل الباكتس او شكل الداتا في كل لاير من اللايرز، هنتكلم عليها في الاجزاء الخاصه بالكوميونيكيشن، هنتكلم على كل الديفايسز اللي ممكن تبقى موجوده عندنا في النتورك وازاي نتعامل معاها. بعد كده هنتكلم على حاجه من اهم الحاجات اللي موجوده دلوقتي، وهي الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت، وهنتكلم عن الديفرنت تكنولوجيز اللي تساعدنا في اقدر اتاكد من هويه واتاكد من الصلاحيات لكل سيستم او كل سيرفيسز او كل سبجكت او كل اوبجكت. هنعرف كل الترمينولوجيز ديت ان شاء الله واحنا بنخش في الدومين دوت ان شاء الله باذن الله. الايدنتيتي اكت اند اكسس مانجمنت او الاي ام حاجه مطلوبه بشكل كبير جدا منهجيا وتقنيا. يعني احنا النهارده لازم افهم المنهج بتاع الاي ام بشكل كامل، وازاي بيشتغل، وازاي ان انا هحط بوليسي عندي داخل الشركه، وبعد كده اختار التكنولوجي. عشان كده السي اي اس بي مهمه جدا، لان انت بتتكلم على تكنولوجي، انت بتتكلم على اي فندر، انت هتتكلم على conceptual، يعني هتتكلم على مبادئ وقواعد بترسيها علشان تقدر تختار solution يلبي البيزنس نيد او ما هو متطلبات العمل او متطلبات البيزنس داخل المؤسسة. بعد كده هنتكلم مهمة جدا وانترستد اريا لكتير من الناس،
وهي السكيورتي اسسمنت اند تيستنج. ازاي بتعمل بنتريشن تيستنج؟ ازاي بتعمل فالنربيلتي اسسمنت؟ ايه الفرق ما بين البنتريشن تيستنج ميثودولوجيز، الفرق ما بين البن تيستنج وما بين البلاك هاكينج؟ كل الحاجات اللي هنتكلم عليها، وايه الميثودولوجي انت عشان تدير البنتريشن تيستنج داخل المؤسسه بتاعتك، وازاي تتعامل مع البن تيسترز، خاصه ان هو هيكون عنده قدره على رؤيه كتير من الثغرات اللي داخل المؤسسه. بعد كده هنخش على الكور بتاع السكيورتي، والسكيورتي اوبريشن. هي المؤسسه ما عندهاش سكيورتي اوبريشن، عندها ريسك مانجمنت وعندها كل الايدنتيتي اكسس مانجمنت والكلام ده كله، بس ما عندهاش حد يقدر يدير الديلي ديوتيز اللي بتحصل كل يوم. يعني ايه سوك؟ يعني ايه انسيدنت ريسبونس؟ يعني ايه بزنس كونتينيتي مانجمنت؟ كل الحاجات دي هنتكلم عليها في السكيورتي اوبريشن دومين رقم 7. دومين رقم 8، وده هيبقى مهم جدا للناس اللي بتشتغل وير ديفلوبمنت. ازاي ان انا اتعامل مع السوفت وير ديفلوبمنت بشكل سكيور، ان انا اقدر ان انا اعمل سكيور كودينج، ايه الكونسبتس الخاصه بالسكيور كودينج، ايه الطريقه اللي انا ادير بيها مثلا داتابيز عندي واتاكد ان هي سكيور، ما حدش يقدر ان هو يبقى عنده سكليد بريفليج داخل الداتابيز بتاعتي. كل الكلام ده هنتكلم عليه بشكل كونسبتشوال. طيب سؤال بسيط جدا، هو انا هخش ديب في كل الدومينز ديت؟ لا. من الاصول الاساسيه داخل السي ار اس اس بي، انت ما بتدخلش ديب في كل جزء من الاجزاء دي، لا، انت بتشتغل بشكل هاي ليفل، فبالتالي ما بتخشش ديب او تكنيكال بشكل اكثر تفاصيلا من انت مثلا تكون مجرب بتبقى عارف هاي ليفل، اللي تقدر تساعدك ان انت تدير المؤسسه وتقدر تدير فريق من السايبر سيكيورتي تيم او السوفت وير ديفلوبرز او النتورك سيكيورتي تيم. فبالتالي ده بيساعدك بشكل كبير جدا. مش بس دي، انت ممكن تكون اركتكت، راجل بتحط سولوشن لشركه كامله انت اند، فبالتالي انت من خلال فهم الكونسبتس ديت هتقدر تحط السولوشن بشكل سيكيور، ويكون السايبر سيكيورتي هو العامل الاساسي علشان تضمن ان السولوشن اللي انت عامله يناسب البيزنس، وفي نفس الوقت بيحقق اعلى درجات الامن داخل المؤسسه. وبكده يبقى احنا عرفنا ايه المنهج الخاص بالسي اي اس اس بي خلال الحلقات القادمه ان شاء الله باذن الله. لازم تحط السكند جولدن رول زي ما اتفقنا. السي اي اس اس بي دايما كده بيقولوا مقوله مايل وايد انش ديب، زي ما اتفقنا انت مش هتخش ديب ليفل في الاجزاء ديت، ومش مطلوب منك كسي ار اس اس بي كونسلتنت او ان انت تكون بتفكس الكلام ده او بتحل المشاكل ديت، ولكن انت راجل بتتداخل بالسكيورتي مايند سيت بتاعتك علشان تبدا تصلح او تعمل كوركشن او تبني سولوشن او تبني اركتكت من جديد، تبني اركتكتشر من جديد علشان يبقى الموضوع كله السايبر سيكيورتي موجود فيه، وفاكتور مهم جدا ان يكون السولوشن ده سليم. فاذا السي اي اس اس بي مش ديب تكنيكال، مش هتتكلم فيه التكنيكال بشكل اكثر عمقا، ولكن هتتكلم بشكل هاي ليفل. الهدف ان انا اصلح السكيورتي مايند سيت بتاع كل الاشخاص اللي بياخدوا السي اي اس اس بي، وده الهدف الرئيسي من شركه اي اس سكوير. تعالوا بقى نبدا نخش على اول دومين بعد ما خلصنا ايه الكورس كونتنت اللي احنا فيها.